اهلا اهلا يا غاليه، والنبي وحشاني. اخس عليكي كده ولا تليفون ولا تسالي عليا؟ من الواضح يا نعيمه ان ريم هانم ما عندهاش خبر ان عادل بيعزمنا. لا ازاي ده؟ قال لي طبعا. اتفضل. زي شكرا يا حبيبتي. ثانيه واحده بالظبط هقول له واجي لحضرتك. اتفضل اتفضل. مش تقولي ان عصام جاي هو اللي معاه دي؟ نسيت. يعني ايه نسيت؟ في يا ريم مالك؟ هو عصام غريب؟ هو ولا اللي اسمها نعيمه اللي معاه دي؟ بس انت عارف كويس قوي ان انا ما بحبش اللي اسمها نعيمه دي. طب ما انا كمان يا حبيبتي ما بحبش عصام ولا بطيئه ولا عايز اشوفه في يوم من الايام، ولو هطول اخلص منه النهارده قبل بكره هعملها. بس للاسف ده شغل. شغل ايه؟ شغلنا يا ريم. ما انت خلاص اتفقت معاه وخلصنا. نتفق تاني. هنقعد نرغي كده ونسيب الناس بره ولا ايه؟ اتفضلي. ايه في ايه؟ انتي كويسه؟ واللي في بطنك كويس؟ ما انا عارفاكي. انتي ما تجيبنيش على ملا وشي كده غير لما تكون في مصيبه حاصله. في مصيبه فعلا يا كريمه. ايه؟ مروان عايز يعرف مين اللي قتل فريده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وقال انه مش ناسي وانه جواه بركان لو انفجر هيولع في الناس. بس كلها. بس بس مش عايزه اسمع. مش عايزه اسمع. ايه الاخبار اللي بتقولها لي زي الزفت دي؟ مروان مش هيهدأ الا لما يعرف مين اللي عمل في مراته وابنه كده. هنعمل ايه؟ ولا حاجه. يعني ايه ولا حاجه؟ يعني هنقفل بقنا وهنكفي على الخبر مجور. السر ده هندفنه ومحدش يعرف عنه حاجة. أهم حاجة انت ما تترطيش بالكلام وملكيش دعوة بالموضوع ده. أنا هتصرف. الباب ده لو اتفتح هيتفتح علينا أبواب جهنم كلها، فاهمة؟ وفتحي؟ ماله فتحي؟ فتحي ناقص. ممكن في أي وقت يروح لمروان ويحكي له كل حاجة. هتعمل ايه ساعتها؟ استغفر الله العظيم يا رب. كل ما اقول الموضوع هتقفل بيتفتح من اول وجديد. اللي ليا نصيب فيه هشوفه. مالكيش انت دعوة. ده موضوعي انا بس. اهم حاجة خلي بالك من نفسك ومن اللي في بطنك ومن حسن. راح فين؟ عايزة اقعد لوحدي. لا يا كريم انا هقعد معاكي. سيبيني يا حبيبتي، انا عايزة افكر بهدوء كده. هعمل ايه في المصيبة دي؟ ما تشيليش همي. انتي ما تعرفيش حاجة. سيبي لنا الحكاية دي. ما تخافيش يا حبيبتي. عصام هناك بقاله ساعة لوحده؟ لا، مع نعيمة. أنا أول ما شفتهم داخلين البلد مشيت وراهم ما سبتهمش لحد ما دخلوا بيت ريم. قلت أجي وأقول لك بقى. يا نادي عايشة مع ريم؟ عايشة مع ريم. فتحي، أنا عايز أعرف اللي ضربينهم بالكامل. هو عجلك يوزك والشيطان يوجعك في الغلط تاني. خلاص بقى مروان، ما يبقاش قلبك أسود كده. أنا عمري ما كان قلب أسود على ابن الحلال والوصول للعيش والملح. ماشي يا مروان، وأنا هثبت لك إن فتحي راجل وابن حلال وقد كلمته. أيوه تمام. لا أنا هقول لك تعمل إيه. يا عمتي انت لسه فاكره مخك عليكي؟ ايوه فاكره، يومها قعدنا ندور عليكي في البيت كله. انا كنت مرصرصه من البرد، قلت اقعد في عين الفرن اخد الدفى كله. كويس انه خدنا بالنا ما ولعناش الفرن، كان زمانك في خبر كان. انا بقى خدت بالي، خدت بالي من ضحكتك يا عمتي. كنت عماله تضحكي. اللهم اجعل خير. خير ان شاء الله. عاوزه اقول لك حاجه. امري يا عمتي. عاوزاكي تكلمي بنت عمك ريتال، هي حبلة هتلاقيها محتاجة حد جنبها.
وامها فين واخواتها التنين فين؟ انا مال انا والحكايه دي؟ في ايه يا بت؟ بتهبي فيا ليه كده؟ بقول لك ايه يا عمتي، انا صحيح طيبه وعلى نياتي، لكن لكن ايه؟ اولا انت هتعملي كده علشان حسن، وبعدين انا عايزاها تعرف ان ملهاش حد غيرك. يا بت انت هتبقي عمه العيال. يضحك عليا بالكلمتين دول. بقول لك ايه يا عمتي، رتال تبان كويسه كده وان ربنا هداها، لكن الدنيا كلها هتتغير الا رتال اللي في قلبها هيفضل في قلبها. لا، رتال اتغيرت بقت احسن. انا مالي؟ بقول لك ايه يا عمتي، انا عايزه اللي يفضل بيني وبين رتال من بعيد لبعيد. هي كويسه كويسه لنفسها، انا كفايه عليا فتحي مسويني على الجنبين. هو فين؟ طلع راح لمروان. بقول لك ايه، انت هتفضلي هنا ولا مروحه؟ انت رايحه فين وسايباني؟ انا هنزل اشوف الناس جهزوا الحاجه عشان اروح اطعم الغلابه. انت عارفه يا شمس، لما بعمل كده وارجع بحس ان الدنيا حلوه وصافيه وقلبي بيضحك. طب ما تاخديني معاك، انا كمان قلبي يبقى صافي والدنيا بتضحك. يلا بينا، تعالي يلا بينا. يعدي الشهر ده وهاخد نعيمه ونسافر بره. ناوي تعوض شهر العسل اللي انت ما عملتوش مش كده؟ لا، قول هنعمله سنه. وانا كمان ناوي اسافر. برافو عليك يا ريم، انت فعلا محتاجه اجازه انت وعادل. لا انا هسافر لوحدي، اصل في شويه حاجات كده مش مظبوطه وعايزه اروح اتاكد منها بره. معقوله مسافره لوحدك؟ لا ما تزعليش مني يعني يا ريم، مهما كان السبب اللي انت مسافره عشانه ده ما يخليكيش تسيبي جوزك لوحده. نعم، انت مالك اصلا؟ انت تدخلي ليه في اللي مالكيش فيه؟ انا يا اختي كده طول عمري دايما اتحشر في اللي ماليش فيه من زمان، حاولت اتعالج بس ما نفعش. يا ريم اهدي شويه، نعيمه ما تقصدش حاجه وحشه. لا والنبي انا اقصد، بس كمان انا قلبي طيب واللي في قلبي على لساني. بقولك ايه يا ريم، صراحه اللي انت بتعمليه ده مش عاجبني. انا محبش يا اختي الست اللي تتحشر في شغل جوزها. هي الست دي ربنا خالقها ليه؟ مش عشان تدلع الراجل وتهشتكه وتلعبه وتحبه. الله عليكي. ده بالنسبه لك انت، عشان انت ما بتعرفيش تعملي غير كده. بقولك يا عدوله، ما تيجي احنا نخش المكتب ناخد القهوه بتاعتنا لحد الحرب العالميه دي ما تخلص. مفيش حرب ولا حاجه يا اخويا، انا وهي سمنه على عسل، انا بس بضحك معاها. انا شايف كده يا باشا، اتفضل. نسيب السمنه والعسل. يلا يا باشا، يلا بينا. اتفضل اتفضل. ما تتعدلي يا بت. ما اعرفش اتعادل، انا كده معوجه، ان جيت اتعادل اتكاسر. بقولك يا ريم، فكي كده يا اختي وخليكي بحبوحه شويه. على حد علمي يعني انا وانت هنتقابل كتير اليومين الجايين، عشان الباشاوات الاتنين بيشتغلوا مع بعض. هو انت يا بت فاكره عشان انت اتجوزتي عصام راسك هتبقى براسي؟ ايه فيلم الاسياد والعبيد ده؟ بقولك ايه، زي ما انت سر عادل انا سر عصام. فاهمه يا اختي ولا فاهمك اكتر؟